وبنرجع نكمل الملخص الأخير من مسلسل زينهم. لما بيرجع زينهم بسرعة وبيرجع يفتح ملف القضية وبيلاقي فعلا إن تاريخ القضية هو نفس التاريخ اللي دخل فيه المستشفى وهو صغير. وكمان في تاني يوم بيستدعي ضابط ناجي وبيبدأ إنه يحقق معاه لأن زينهم بيعطل تحقيق العدالة وبيتدخل في قضايا كتير من غير ما يرجع له. وطبعا زينهم كان بيعمل كده عشان يوصل للي قتل والده، وما كانش قدام ناجي غير إنه يفتح محضر رسمي لزينهم. وفي نفس الوقت بيكون جيمي وجميلة مستنيين زينهم تحت، وفي نهاية التحقيق بيخلي ناجي زينهم يمضي محضر بعدم التعرض لعصام مرة تانية. وأول لما بيسيبوا زينهم وبيمشي، فبحكم الأخوة اللي ما بينهم بيمسك المحضر وبيقطعه. بينزل زينهم وبيقابل جميلة وجيمي ويبدأ يقول لهم إنه مش هيعرف يقف في مكانه وهو سامع إن أبوه ممكن يبقى مرتشي، وبيقرروا وقتها يعملوا خطة عشان يعرفوا مين القاتل. في تاني يوم بياخد زينهم عربيته وبيروح المحكمة عشان يشهد في قضية الجيم. وقتها بتتصل بيه جميلة وبتحاول تطمنه. أول لما بيدخل الجلسة بيلاقي الضابط ناجي قاعد ومستنيه. لما بيرجع جيمي لمكتبه بيتفاجئ إن أبوه مستنيه. بيبدأ وقتها يقول له الوصية بتاعته اللي هينفذها بعد لما بيموت. يحكي له المشكلة ما بينه وبين أخته وإنه خايف يكون ظالمها بخصوص الورث بتاعها. وقتها جيمي بيقول له إنه فعلا لو عايز يديها حقها يدولها وهو عايش، إنها هي ممكن تموت قبله. وأول لما بتبدأ الجلسة بيحاول محامي المتهمين إنه يثبت إنهم مش هما اللي قتلوا القتيل، الدليل إنه روح البيت وكانت صحته سليمة بعد الخناقة. زينهم بيبدأ يبرر ده بطريقة علمية، مثله إنه ممكن بعد الإصابة اللي حصلت في دماغه بتأثير الخبطة حصل بعدها بفترة وده اللي خلاه يموت. وبيستجيب فعلا صاحب جميلة لزينهم وبيعتذر لها قدام المدير بتاعها. يجيب كمان كل زمايله وبيعتذر قدامهم، وكمان المدير بيعتذر لها لأنه ماخدش الإجراءات اللازمة عشان يصدقها. وكان زينهم ليه رأي تاني لما بيشوف فيديو الجريمة اللي حصلت في الجيم، وبيشوف إن القاتل فعلا مش من ضمن اللي موجودين في الجلسة، بيقدر يثبت إنه شخص تاني. الشخص ده هو اللي مسكه أكتر من مرة وخبط راسه في الأرض بشكل عنيف اللي كان مبين إنه بيحاول يفوقه. لما بيخلص زينهم الجلسة بيقابل أهل القتيل، بيبدأوا يشكروه لأنه عارف الجاني الحقيقي اللي كانت علاقتهم متوترة حبتين، إن القتيل بلغ عن القاتل أكتر من مرة بسبب تجارته في المخدرات، ده اللي خلاه ينتقم منه ويقتله. لما بيرجع زينهم المكتب بيطلب حفني وبيبدأ يقول له إنه عمل له مكافأة استثنائية لأنه عارف إنه بيحب الفلوس، مش ليه لوحده هو وتوفيقة وكمان الشيخ حسني، ويسيبهم بعدها وبيقول لهم إنه ماشي. دي كانت فرصة لحفني وتوفيقة عشان ينفذوا خطتهم. بيرجع زينهم يقابل جميلة وجيمي، بتقترح عليهم جميلة انهم لازم يراقبوا تليفونات الناس اللي زينهم مشاكك فيهم انهم كانوا السبب في موت ابوه، مفيش حد هيقدر يعمل كده غير نعيم بتاع الكاميرا، وبتكلمه على طول وبتظبط معاه. لما بيوصل حفني ومعاه الدكتور اللي هيعمل العملية بيقابل الشيخ حسني، بيحاول حفني يكذب عليه ويقول له ان لوحده، بس طبعا الشيخ حسني بسبب احساسه الغريب بيعرف ان في حد معاه، رغم كده بيقرر انه يسيبهم وبيمشي. بعد شوية بيوصل نعيم فعلا لزينهم، بيقرر فعلا انه يساعدهم. وفجأة بتوصل الشرطة للمشرحة، بيدخلوا على حفني والدكتور اللي معاه وهما بيسرقوا الأعضاء من المشرحة. لما بيبدأ ناجي يحقق مع حفني بينكر في البداية، بيقول له إنه فاكر إن كان الدكتور اللي دخل تبع الدكتور زينهم. بيتفاجئ وقتها لما البوليس دخل عليهم واتهمهم إنهم بيسرقوا الأعضاء، بس بيفاجئوا ناجي الدكتور اللي كان معاه اعترف عليه إنهم كانوا فعلا بيسرقوا أعضاء. وقتها بيضطر الضابط ناجي انه يجيب له توفيقه، واللي بتعترف على طول عليه وان حفني كان بيعمل كل حاجه، انها هي اللي راحت للدكتور زينهم واعترفت عليه على كل حاجه، اتفقت معاه ان يوقعوا حفني وتطلع هي شاهد ملك. وقتها حفني كان مصدوم من اللي سمعه وما كانش متوقع اللي توفيقه هتعمله. لما بيقابل زينهم نعيم يقول له انه ما قدرش يركب التليفون بتاع عاصم، ورغم كده قدر يركب تليفون الدسوقي نعيم، وللاسف التليفون ما لقاش عليه اي حاجه، بس زينهم وقتها بيقول لهم انه عنده خطه لا يقدر يخش فيها المعرض بتاع عاصم، هي انه يروح جيمي للمعرض ويمثل انه عايز يشتري عربيه جديده، بس بشرط انه يجرب العربيه اللي هيشتريها. واول لما بيخرج ويجرب العربيه يطلع فيها اي عيب ويقف في نقطه معينه، في اللحظه دي هيقدر زينهم يدخل جوه العربيه من غير ما اي حد يشوفه. اول لما بيجي الليل والمحل يقفل يطلع من العربيه ويدور في الخزنه بتاعه المعرض، وفعلا لما بيحس زينهم ان المعرض ضلم بينزل من العربيه وبيتحرك بسرعه للمكتب اللي موجود فيه الخزنه. اول لما بيبدا وبيحاول يفتحها بيتفاجئ وقتها ان النور بينور وبيدخل عليه عاصم وبيفاجئه، طبعا المره دي مش بيسيبه يمشي وكمان بيخلي الرجاله بتوعه يمسكوه بيخطفوه ويحطوه في المخزن بتاعهم. بيرجع منتصر يقابل يمنى مرة تانية وبيبدأ انه يعتذر ليها وبيقول لها ان الحكيم الهندي اتقبض عليه لانه بقى نصاب، وبيطلب منها انه يرجعوا لبعض مرة تانية، بس طبعا يمنى بتقول له ان علاقتهم من الاول ما كانتش تنفع وبتسيبه بعدها وبتمشي.
بيرجع نعيم وبيقابل جيمي وجميلة وبيقول لهم انه كان بيراقب تليفون الدسوقي منصور. بالصدفة بيسمع المكالمة اللي كان بيكلمها امبارح. المكالمة دي كان بيقول فيها ان عنده فلاشة موجودة في الخزنة بتاعته اللي موجود عليها فيديو لواحد من رجالة عصام وهو بينفذ عملية حادثة اللي كان عاملها في الضابط ناجي. وقتها بتفكر جميلة انهم ممكن يستخدموا الفيديو ده عشان يهددوا عاصم، عشان كده بيروح جيمي لرفاعي ويجيب له واحد عشان يفتح له الخزنة وياخد منها الفلاشة. ولما بيجي الليل بياخدوه على الشقة اللي موجود فيها الخزنة. بس المفاجأة لما بيجي نبيل خال زينهم لعاصم وبيقابله في مكتبه، وبيبدأ وقتها يقول له اللي حصل من زينهم وانه لازم يعقله وإلا هيوقع نفسه في مشاكل كتير. بيقدر فعلا جيمي وجميلة انهم ياخدوا الفلاشة، وبيتصلوا بعدها على طول بعاصم وبيبتدوا يهددوه على حسب الخطة. يقولوا له انهم لازم يشوفوا زينهم الاول وبعد كده يدوا له الفلاشة. بس المفاجأة انهم بيتقبض عليهم وبيروحوا لزينهم فعلا، بس بيتربطوا جنبه. بس بيرجعوا ياخدوا زينهم ويدوا للمكتب عند عاصم. بيوريه وقتها الفيديو اللي كان بينه وما بين خاله نبيل. ساعتها زينهم كان مصدوم من اللي شافه لدرجة انه مش قادر يتكلم. وبتقدر كمان الشرطة توصل لعاصم في المكان اللي كانوا بيبيعوا فيه الاثار وبيقبضوا عليه وعلى كل اللي موجودين. في نفس الوقت بيحاول زينهم وجيمي وجميلة يفكوا بعض، ولما بيحاولوا انهم يهربوا بيمنعوهم، بس طبعا بتيجي الشرطة وبتنقذهم في اخر لحظة. وبيبدأ بعدها التحقيق مع عاصم، واللي بيفاجئوا وقتها الضابط ناجي انهم بيراقبوه من فترة وكمان ليه تسجيلات كتير، وده عن طريق الضابط اللي كان متخفي وبيتقرب من عاصم. لما بيرجع زينهم البيت بيبدأ يواجه غالو بكل اللي شافه، وانه بياخد فلوس من عاصم عبد الرحيم عشان يحاول يقنع المستشار ابو زينهم انه يغير رأيه في قضية ويطلع ابن عاصم براءة. وقتها بيقول لهم انه عمل كده عشان يحاول يساعدهم وينقذ زينهم. في الوقت اللي عرض ليه الفلوس على المستشار طرده، ولما عرف في الحكم اللي طلع على ابن عاصم يقرر انه ياخد الفلوس ويرجعها لعاصم مرة تانية. ده معناه ان عاصم ملوش دخل في قتل ابوه، ان الاحتمال الاكبر ان ابوه مات موتة ربنا. بيقرر بعدها زينهم ان ياخد جميلة ويعمل لها مفاجأة، بيوريها استوديو التصوير اللي جابه لها مخصوص عشانها، وكمان دفع لها 6 شهور ايجار مقدم، بيقول لها ان ممكن يدخل معاها شريك. في الاخر بياخد رأيها انه يجي ويتقدم ليها. وكمان بيقرر ابو جيمي انه يدي لاخته صباح حقها في المصنع. للاسف بيكون زينهم لسه مش مصدق ان ابوه مات موتة ربنا وكانت حادثة طبيعية، وده اللي جميلة بتحاول تأكده له وتقول له انه لازم يتخلص من كل حاجة تفكره بالماضي. طبعا كانت اول حاجة يعملها هو انه يتخلص من عربية ابوه بيبيعها. بيقرر بعدها زينهم انه ياخد امه يطلع على اسكندرية عشان يتقدم لجميلة. وكمان بيقرر جيمي انه يكمل تعليمه بره ويسافر، ده اللي قاله اليمنى واللي قالت له انها هي كمان ممكن تسافر وتكمل تعليمها بره. وبعدها على طول بيروح لزينهم وبيقول له انه خلاص هيستقيل. في نفس الوقت بيجي الضابط ناجي لزينهم وبيدخل عليه المكتب وبيقول له ان دي قضية جديدة محتاج يوصل للنتائج في اسرع وقت. وبس كده يا سيدي، دمتم في امان الله. كل اللي وصل للاخر انتوا احلى واجدع ناس.